تفضل يا علي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، تفضل. عندي سؤالين اقل من نص دقيقه بس، شنو سؤال الحلقه؟ اجاوب على هاي لو اجاوب على هذه. سؤال الحلقه: هل لا تقوم الحجه الا بامام؟ انهيها لك بخمس ثواني. تفضل. انا اتصل عليك هسه، انا اتصلت عليك مره 12 20 مره اتصلت عليك وانت ما رديت. انا اتصلت للاستفسار شرعا انسانيا وانت ما رديت، شنو الاستفادة انا من اتصالي؟ انتهت المسألة، هذا الحجة. الله اكبر عليك، وصلتك الفكرة؟ انتهينا من هاي. هذا جواب سريع، جواب شيعي سريع، ينهي طبعًا المسألة طبعا. الله اكبر عليك، ما شاء الله عليك. هذا واحدة. استفسار منك، لكن تجادلنا موضوع بعد وفاة الإنسان بالقبر، ماذا يسألونه بالقبر؟ هل يسألونه من إمامك؟ أو يقولوا له تعد قانون الميت عندنا يا شيخ، إلى قانون الميت عندنا بالمقابر، يقولوا له إذا سألك منكر ونكير فأقول علي إمامي، فلان إمامي، الحسين إمامي، هل هذه دلال موجودة صحيح يا شيخ؟ هاي وحدة. ثاني شيء يا شيخ أرجو أن تجاوبني عليه سريع، ثاني شيء من المسؤول ما يحدث في الشيعة؟ من المسؤول ما يحدث في الشيعة؟ هم العوام أم العلماء؟ العلماء طبعا، على الخرافات والخزعبلات. العلماء طبعا. ماذا بدولة؟ عندنا رواية أو رواية أو حديث أو رواية أو يعني ضعيف، فيقولون حساب المتجاهل أكثر من الجاهل. حساب المتجاهل، هل هؤلاء متجاهلون أم جهلاء؟ هل يسمعون هكذا معمم؟ والله الاثنين مع بعض. اذا عدل النوب، هاي اخير وحده، اللي مال امامي، هل صحيح هاي الروايه من امامك بالقبر يسالون عن امامي؟ لا تسال امام، لا، ما ربك وما دينك وما اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني بعث فيك، اسم النبي الذي بعث فيك، ما لا فيها يعني امام ولا فيها ربك. طيب انا دلوقتي انا دخلت القبر دلوقتي، الله عز وجل قال لي من امامك؟ اقول له امامي مسردب، امامي اللي نزلته لينا او ارسلته لينا، تمام، ولم يراه احد، الذي يرانا ولا نراه ولا نسمع له همسا ولا نسمع له صوتا ولم نرى شكله. يا ده انا والله انا احتج على الله عز وجل بالامام دوت يوم القيامه. يعني الشيخ ماكو ما يسألني؟ لو يسألني احكي لي بالدليل، يسألني لو ما يسألني؟ ما يسألك طبعا. يعني ماكو هيجي لا رواية لا حديث لا ولا في حاجة اسمها إمام أساسا، ولا في حاجة اسمها الأئمة أساسا، ولا في حاجة اسمها 12 إمام، ولا في الكلام الفاضي يعني ده خالص. يعني ربك دينك نبيك فقط. بالضبط. شكرا لك يا شيخ. العفو، الله يكرمك، ربي يبارك فيك، ربنا يعزك. تفضل يا امين. السلام عليكم يا شيخنا الفاضل، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اود ان يعلق على نقطه معينه شيخنا الفاضل، وردت في الحلقه اللي في حلقه واحده من الحلقات، واحد شيعي لبناني قال لك احنا الشيعه دليل علينا على الحق ان ندافع عن فلسطين. انا اود ان اقول له نحن نتعبد الله بالشرائع ولا نتعبده بالوقائع. احنا السنه فتحنا العالم الاسلامي كله. نعم، احنا فتحنا العالم الاسلامي كله، انتم الشيعه ما فتحتوا شبر واحد، احنا السنه خلصنا القدس مرتين، هل يعني هذا ان احنا السنه على حق؟ يعني لو نتبع مذهبكم انتم من نتعبد الله بالوقائع، انتم فاضلكم مرتين تخلصوا القدس بعدين تعالوا حاكونا، اما شويه صواريخ تطلقونها حتى لو حركتم القدس، هل هذا يعني ان مذهبكم على حق؟ هذا باطل، نحن نتعبد الله بالشرائع ولا نتعبده بالوقائع، مفهوم شيخنا؟ مفهوم والله، جزاك الله خير، ربي يبارك فيك. نقطة ثانية، نقطة ثانية يا شيخ، تفضل. نقطة ثانية لو سمحتي، لو سمحت لي شيخ، تفضل تفضل. أنا دائما بقول للشيعة أنتم تزعمون أنكم تتبعون مذهب آل البيت، أنا بتحداكم بتحداكم بتحداكم، هاتوا لي شيء تنفردون به عن أهل السنة والجماعة كان يطبقه علي بن أبي طالب. لا يوجد على الإطلاق. علي بن أبي طالب كان مسلما سنيا مثلنا، يصلي مثلنا، يصوم مثلنا، يتعبد الله مثلنا، لا علاقة له بمذهبكم المرفق. نقطة ثالثة وأخيرة شيخنا لو سمحت لي، نقطة ثالثة وأخيرة،
تفضل. انتم تزعمون ان الامامه شيء واجب. انا اسالكم، زيد ابن علي ابن الحسين، اكيد سمعت عنه شيخنا، خرج على هشام ابن عبد الملك في الخلافه الامويه عام 125، خرج على هشام ابن عبد الملك وطلب الخلافه لنفسه في وجود اخيه محمد الباقر، والشيعة اليوم كلهم يعدونه شهيدا. انا اسال، زيد هذا الم يعلم بوجود الامام الحجه؟ كيف يدعو الى نفسه بالخلافه؟ صحيح. هذا دليل قاطع ان آل البيت الاوائل لم يكونوا يؤمنون بالامامه كما يؤمن بها الشيعة اليوم. مفهوم الامامه لدى الشيعة اليوم هو مفهوم ملفق تم نسجه في عصور متاخره غير صحيحه. انا اسالهم سؤال اخر لو سمحتني شيخنا، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتنازل بامامته السياسيه لابي سفيان بن حرب؟ مستحيل، لان امامته من الله عز وجل. طيب لماذا الحسن تنازل للحسين لمعاويه؟ هذا دليل قاطع على ان امامته دنيويه، ولو كانت امامته من الله عز وجل لما جاز له ان يتنازل. صحيح. ويقولون لك كلام فاضي، اجبروه، تامروا ضده، كلام فاضي. لو كان على الحق لوسعه ان يقاتل وحده حتى يظهره الله او يموت دون الامام. صحيح. هذا الكلام صحيح. صحيح والله، جزاك الله خير. يعني هل تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قريش يفرضوا عليه ان هو يتنازل عن الامامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته كده وما حتى يدعو الى الله عز وجل ويجلس في بيته كده؟ مستحيل. فالله المستعان. جزاك الله خيرا، وكلام طيب وبارك الله فيك وتنبيهات جميله، ربي يعزك.